سي حداد، وحنا تكلمنا قبل ما تجيوتوم عطينو كل الحريه باش يوجد له شي. انا قلت قبيل بالفرنسي اون فا با لو بغادي، ماهوش هز بركه يروح حولنا قندوسي، يروح في مستواه في النيفو تاعو. عنده كاس افريقيا للمحليين انتظر فيه، رانا في المرحله الاولى وصل بانه احسن هداف في الدوري الجزائري رغم انه ليس بقلب هجوم، دا صفه احسن لاعب في الدوري الجزائري بشهاده كثير من المختصين سواء اعلاميين او مدربين. اذا هذا لاعب قابل للتحويل خاصه في ظل الازمه اللي عايشها وفاق سطيف هنا في الجزائر. انا نقولها لك احتراما الكثير من الانديه الذين طلبوا خدمات احمد قندوسي، هو يرفض رفضا قاطعا الخروج من وفاق سطيف من اجل اللعب في الدوري الجزائري. نخرج من وفاق سطيف يمشي الدوريات اللي راح تكبر له طاقاته الكرويه والماديه، هذا الشيء المؤكد اللي نتفاهموا عليه. وقندوسي في الاستراتيجيه تاعنا احنا كنا سنسعى لكن كي يمشي قندوسي الفريق كبير هذا راح يرفلت لا غروندور دو لونطانت، راح يكبر معاه ويفق سطيف ما يروحش برك. واسمه دغموم لونترينور ناسيونال تاع ليكيب ناسيونال تاع مصر كان يتبع فيه يحسبه مصري حتى لا دانيير مينيت باش فاقوا به باللي جزائري. هذه ساونور ويفق سطيف حتى وما راهش عندنا صحيح مد حنا كي نسمعوا بعموره ماركا وكل الناس كل يفرحوا باسكو هي توجور لو نون دو لونطانت يكبر معاه. اذا سي لا ميم شوز، هذا الولد ستانجون داروا به كيما يقول لك بزاف السماسره سي نورمال، هذا سي تنابا يقدروا يصايدوا به ومنا وش هي الطريقه اللي حبوا يستعملوها معاه، حبوا يخلطوا منا تاع يديه حر. كان انا ما بكل تواضع انا مازال ما راحليش لاعب حر، مازال في حياتي التسيريه مازال ما تلاقيتش مع لاعب لا راح لي حر ما عدا لاعب بكرار اللي نتمنوا له النجاح. انا كنت لاتي بالانتخابات تاع الاتحاد الجزائري والا عمره ما كان يروح حر. هذا الكلام اللي قلناه لكم، لنعطيو الكلمه للقندوسي ولا الاستاذ؟ راه الاستاذ عنده قله اساتذه في زوج. Il faut axer beaucoup plus sur l'exclusivité de la représentation des joueurs Qandoussi Haddad Youssef. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.